التقاليد مالنا القديم احسن من هسه. قبل كان اكو انسانيه، كان اكو مروه، كان اكو ناس يطبون على ناس. هسه الناس المنعوا، يعني حتى العيد اذا يجي كل احد، يعني العيد فاي بارد بارد، لان احنا شنو قلبنا ما مرتاح، لساننا يابس، يعني مثل ما يقول ايش مستفادين؟ لا من هالدنيا ولا من اخرها مستفادين كل شيء. يعني حياتنا عايشين بجحيم. شنو السبب؟ مثلا كركوك. كركوك احلى منطقه بالسبعينات بالثمانينات، كان انظف محافظه كان بالعراق. هسه اوسخ محافظه بالعراق. يعني اذا مكان ترفيه ما عندك، تروح وتيجي تشوف هالزباله بالشارع، يعني قلبك يرتاح؟ العالم كله قلبه محترق، العالم كله قلبه محترق، يعني وين يفكر بالعيد؟ وين يروح؟ هسه انا واحد من الناس، تعال تكرم حذاء ما عندي، على شنو عايد؟ علي ما اقول لك ايامك سعيده. انا قلبي مو حلو، قلبي محرك حرك مثل شيش كباب. اول شيء دولار ما اعرف شنو، وحياتي كلها ما شايف دولار، بس سمعنا اكو دولار ماكو دولار، يصعد ينزل دولار. دولار هو شنو؟ عمله يقول عليه دولار امريكي، تمام؟ احنا بلد النفط، بلد النفط هو لازم يضرب شلق على دولار. مو نركض ورا الدولار احنا. والله اكلاتنا شنو احنا؟ اول شيء احنا الكركوك اللي عارفين بيه، ناكل باتشا، ناكل دولما، هذا اكلات اهل كركوك الاصلي. قبل كنت تروح مثلا قبل العيد بعشرة ايام للافران مال صمون، تلقى كانوا ناس يسوون كليته، ناس كانوا يفرحون هوايه، ياخذون شرزات. هسه عشر نفرات ما تلقى مسيب، وهذا فران تلقى لك كان واحد صينيه يسوي كليته. يعني انتوا حطوا قياسات بعينكم، مو شرط الا احنا نحكي بالاذاعه. أنا أمنيتي الأمن والأمان على العراق أجمعين، طبعاً هذا أول أمنية كل شاب عراقي مو بس أنا، ونبارك لهنا والقرايبنا وهم للشعب العراقي على العموم دائماً. والله إحنا عاداتنا أهل الحويجة نروح للحلاق بالليل، تلقى سارة ما شاء الله تزين، تطلع الصبح تصلي، تشوف عاد منهم من عمامك مسوي ريوب، طبعاً ببيت الشياب الكبير الريوب دائماً يصيد تلتم، والله دائماً يذبحون طلي على العموم، على العموم يذبحون طلي أو يسوون باكه، واحدة من هاي التريق تطلع عادي تفتر على قرايبك تعايدهم. طبعاً هي العيد مناسبات، الأعياد مناسبات، وهي من شعائر الله. والله ثاني يوم روتين الضحايا، هسه هذا عيد ضحية يختلف عن عيد رمضان. عيد رمضان الواحد كان صايم وتعبان فيظل يظل بالبيت على العموم، اما هسه لا، هسه اكو ضحيه تروح تساعد بيها بالضحيه. احنا على العموم الضحيه مالتنا كبيره، يكون او حولي او شوف الذابح من قرايبنا الجريب علينا من عمامنا من اهلنا، فنروح عليه نساعده بتقسيم الضحيه وتوزيعها، وهم ناخذ شويه نشويه احنا. والله الاماكن الترفيهيه طبعا احنا نختلف، مثل ما عندنا مثل طريق بغداد هنا نجي عليه، لا عندنا الحاول جوا ننزل على المي عزاب الصغير، ننزل سفرات بالليل نظل للصبح قبل الصبح بشوي ونطلع النار الاخر يرجع ينعاد الروتين. والله السوق هسه عين على العموم الاسعار زينه، يعني على صعود الدولار وعلى الوضع التعبان والشغل القليل، دائما السوق لازم يصعد قبل العيد، السوق لازم يصعد، هي هذا مو بالكيف، بس على العموم هسه عينه ما شاء الله السوق حيل مسيطر عليه حيل. Thank you.
والله أول مرة نقدم تهياتنا للشعب العراقي والمسلمين عامة، ونبارك الحجاج اللي رايحين بيت رب العالمين، وأيام العيد حلوة يعني، ومناسبة كبيرة يعني، ونعايد الأهل والقرائب والأقرباء، والصبح نروح للجامع، وهناك نطلع نروح للمقبرة، وهذا أيام العيد يعني شغل يعني يصير زين، الناس تيجي تزين تحلق، الناس كلها تنتظر ما تزين إلا تنتظر قبل يوم يومين يلا تحلق حتى يطلع شغلة مرتبة. إيه هو كل سنة يعني نبقى للثنتين للثلاثة مرات يعني للأربعة الناس تبقى يعني الحمد لله. إذا أول يوم العيد إذا ما تأكل تمن وفاصوليا وقيسي ودجاج ولحم، هذا عاداتنا يعني الصبحيات يعني تمن ومرق وفاصوليا وقيسي ودجاج، والله نفس الشيء يعني ماكو فرق، نفس الشيء العيد يبقى عيد، والإنسان هم دائما يعني يحب العيد، العيد يعني عيد مع رب العالمين يعني. والله هالعيد هسه ما عبي طاقه ما بي ليش مو مثل قبل، ما حب مثل مو مثل قبل هالكتو، والله كل بيت يعني محشي يسوي، فاصوليا يسوي، طرشانه الذبيحه ذابحين بالبيت، دجاج غالي هواي قبل مو هالقد غالي. كان أني أفكر كان 10 بيزات أخذ 10 فلوسات بالأحمد أغا، يعني أبويا دزني يعطيني 10 فلوس 10 بيز أجيب 10 خبوز 50 فلس، هسه هواية غالي والمعاش ما يكفي. أني عم أبو جهالي 25 سنة عسكري عنده خدمة، أني أخذ 175 دينار شلون يكفيني؟ هذاك العيد شلون كان يم الراس خانة هنا يدق الموزخ يعني كل واحد يدبكون كل واحد بالعيد، كل سوق هاي كلها سوق وأنا يعني قاعدة ايه هسه ماكو عيد. والله الدنيا ما يغير بس الناس غيرت، ما اعرف ليش غيروا ما اعرف، حكومات غيروا ما اعرف. لأن قبل كان اكو اشغال هوايه، كان ناس عنده شغل، هسه ماكو شغل. ثانيا لا تنسى البطاله بالمية 80 90% بطاله، هسه خيره الشباب تلقيها ما بي جايبه 5000 دينار، المشاريع ماكو، الانتاج ماكو، معمل البان ما عندنا. زين قبل اني قبل رمضان بعشرة ايام 15 يوم ما اقدر اقعد من ورا دوبه مال كريتشه، قبل العيد بعشرة ايام 15 يوم انا ما كنت اقدر اقعد. زين هسه ماكو ثلاثه ماكو باليوم، اربعه ماكو يطلبون كريتشه، اثنين ماكو يطلبون كريتشه، هاي سببها شنو؟ سببها الناس ما عندها فلوس. إذا عندك عباسي تعال على راسي، إذا ما عندك عباسي روح لدوخ راسي، هاي المشكلة. البلاهات كلها واقعة، حكومة ما ينتبه
ما عنده انتباه بها. حكومة بس ملتهي بالانتخابات وعنطريات مالتهم وماكو كل شيء وراها. يعني الله يرحمه صدام حسين، الله يرحمه صدام حسين. صدام حسين كان بوقته يراعي بيته، العراق كان بيته. هذول ما يعتبرون كعراق بيتهم، لا يعتبرون كبنك وياخذون من عنده ويروحون، هاي هي لا اكثر ولا اقل. والله بالعيد الاضحى شو نسوي؟ والله كل واحد قاعد ببيته، ماكو شيء، ماكو شيء انتهى. يعني تقاليدنا انتهى، راحت عادات تقاليد الناس. غربه هوايه يجوا الكركوك، الغربه هوايه، والصاحب صاحب الموطن كلهم طلعوا وراحوا، انهزموا. اللي انقتل انقتل، واللي انذبح انذبح، واللي انسجن انسجن، وهاي حياة متهفرة. أمنيتي في العيد إن شاء الله نشوف العالم كله بخير وقرايبنا بخير، وبارك لكل الناس بهذا العيد، وإن شاء الله عيد الجاي كل شيء أحسن يصير. يعني والله أمنياتي يعني حالي يظل على ما هو، الحمد لله والشكر، مقتنعين باللي يعني. شلون نشوف الأوضاع الناس بالمعيشية على قراءة السوق والدولار؟ والله الناس عايشة شوي. أنا أقول لك الدولار أثر على السوق، بس الحمد لله الناس عايش يعني، مو بس شوية أثر على السوق، أثر علينا كلنا يعني. زين ليش هسه صارت العيد مو حلوه مو مثل قبل؟ اي والله مو مثل، حتى احنا يعني شغلنا هنا بالسوق مو مثل قبل. هسه انا شفتني قاعد يعني كل عيد، انا مو وقت عصريه مال العيد شغلك، كنا قاعدين يعني ما تفهم شنو السالفه. يعني قبل سنتين شغلنا احسن من هسه. ايضا اهم ما يميز العيد الاضحى المبارك عند العراقيين، عيد الاضحى انه عيد يعني فرح، وناس تذبح وتحضر، ويعني متحضرت له يعني، وبيه حج هم الناس تحج، ويسمون عيد اضحى بعد يعني. احكي لي على عاداتكم وتقاليدكم كركوك، شو تسوون اول يوم العيد؟ والله اول يوم العيد طبعا نرجع احنا من الصلاه، اللي عنده ضحيه واللي ما عنده يعني يروح. اول يوم كنا نتجمع احنا قرايبنا يعني ونقعد، وهاي يعني ما اعرف اكلات طبعا يعني. شنو الاكلات تسوون؟ يعني كركوك شنو مسوي؟ والله دائما يعني تبقى حسب اللي يمه هو شو يسوي لنا. قالوا جيمر تمن ورا؟ لا لا احنا تمن ورا، جماعه تمن ورا، جيمر ما يصرف. قبل كان عادات تقاليد تختلف، هسه عادات تقاليد واحد. قبل كان الناس تروح على الناس بنية صافية، هسه النية صافية ماكو قلت. بس الظروف صعبة صارت، واحد يحسد بالاخ، رواتب ماكو، ظروف صعبة صارت، ايجارات غالية صارت، مصرف غالي. تروح على شي مسواك غالي تلقاه، بجيبك ماكو فلوس، تقدم على الرعاية ما عندك رعاية. تقدم اي جهه ما ينطوك اياه. يعني مثلا تريد تقدم، انا مثل ما يقولون انا شرطي قديم كنت قبل. تقدم على المعامله، تقدم على المعامله، ها؟ تقدم على المعامله، يلا اذا ما عندك واسطه ما يمشونك اياه. يعني انسان الاحتيادي ما عنده فلوس ما يمشوه، اللي عنده فلوس يمشوه. السوق ماكو، اولا الراتب ماكو، وثانيا دولار غالي. ناس شلون اذا انت ما عندك فلوس شلون تشتري؟ اذا انا بجيبي ماكو فلوس شلون اشتري؟ غير واحد مربوط على هسه الدكتور اذا ما يعالج الانسان شلون يقدر يشتغل يحصل فلوس؟ اذا انا ما اقدر ابيع
شلون احصل فلوس او اعيش اولادي؟ اذا انت كذلك وانا كذلك، واحد مربوط على قلبي. يعني مثلا انت تروح، انا اجي للشغل من الصبح لحليل ما اقدر استفتح قطعه. زين مثلا انا شغلاتي كلها تنزيلات، من اقول له مشتري يقول لك والله انا ما عندي راتب، ماكو، تريد تنطيني هالقد تنطيني، ما تنطيني انت مجبور، انت مثل ما يقولون تنطي حتى رزقك يمشي. العيد قبل كان زينه، امور مرتاحه، الناس عندها فلوس، ناس تروح تشتري، بس هسه ماكو، هسه فلوس ماكو، هسه منين تشتري؟ يعني مثلا رمضان شغلات كلها عاليه يصير، غراض غاليه، زين انت من تشتري مسواك غير تودي على بيتك كله تشتري، اذا ما عندك فلوس شلون تشتري؟ يعني ظروف صعبه صارت، قبل كان واحد، هسه واحد. يعني قبل كنت تلقى، قبل كان 3000 دينار تسوي لك عشيره كامله. هسه 100 مليون تاخذ ماكو عايش لك 10 نفر. والله عاداتنا وتقاليدنا قبل كانوا ناس يطبع عن الناس، ناس يسال عن الناس. هسه الناس ما يسال عن الناس قلبي. هسه اخوك ما يسال عليك. قرايبك ما يسالون عليك. تدري ليش؟ ايمان صارت ضعيفه. اطاعه رب العالمين ما باقي. تدري ليش؟ العمل فلوس عمل ناس. بس شنو الناس ما جاي تصرف. يعني مثلا اني اريد عندي مثلا اريد اكل هاليوم اقول الله كريم الباكر. بس اكو ناس لا ما يفكر الشغلات. ما يفكر شغلات الزينه. أبارك لكل العراقيين وشعب العراقي، أهل كركوك، لكل قومياتهم، أهل كركوك، للتركمان، إخواني، خواتي، قرايبي، وخاصة شعب العراقي كل، وأهل تركمان كركوك. شنو أمنيتك؟ أمنيتي الدنيا يصير زين، أمان يصير، دنيا رخيصة يصير، هالشباب كلهم يتعينون، تخرج كلهم متخرجين، شغل ماكو، دنيا يصير أمان. تدري احكي لي على عاداتكم قبل، شنو كانوا تسوون أكل؟ أول يوم العيد نحن تركمان عادتنا أول يوم العيد نسوي تمن فاصلية قيسي لحم دجاج هذا نسوي وندبح يعني كل عيد يعني صبحية العيد نحن ندبح هيك يعني اللي هم ناكل هم في سبيل الله نوزع لهم جوارين. شنو مشهورين بالأكل؟ نحن كركوك كركوك والله باكة دولمة وأكلات زين طيب. بالنسبه لمحافظه كركوك لنا وتقاليدنا اتصور يعني شويه يختلف عن باقي المدن العراقيه عن الشمال وعن الجنوب، لان احنا قوميات متعدده والاديان متعدده، الناس يتمشى على الثاني والثالث، هاي يعني هاي موجوده عندنا، بس ما ادري بس حاليا هسه هذا صارت شويه فاهم ماكو مثل قبل، يعني تبين بي يعني الناس ما يمشي على الثاني، يعني تقاليد شويه تقللت، ما اقول قللت بس انما احتمال يكون ما باقي يعني حل يعني صاير. والله اسباب، والله ما ادري شنو اسباب، يعني اسباب هوايه يعني، يعني الحروب بيناتنا، هاي الشغلات مال قوميه ومذهبيه، يعني صارت برزت بزايد ازيد من اللازم. والله غلاء سو هذا لا تحكي بيه، يصعدون 2000 دينار وهل هلا وشنو منزلين 1000 دينار هو باقي، يعني شنو 1000 دينار بعد باقي فوق السوق، يعني هم بكيفهم صاير مجموعه مسيطرين على الكركوك، مو على الكركوك على العراق كليته، مجموعه مسيطرين براحتهم يلعبون شاطي باقي اللي براحتهم شو يسوون يسوون، اكثر الناس ما عندهم امكانيه ذاك الامكانيه اكثر شيء، يعني الراتب مال الرعايه 5-6 نفرات بيعطون 200000 دينار، يعني شو يسوي؟ اذا هو قاعد بالايجار، انا واحد من الناس قاعد بالايجار دافع 300000 دينار. اذا عندي الرعايه يعني وين اودي بيه؟
اذا ما اشتغل مكان وياك شو اسوي؟ يعني هال 200,000 دينار شو اسوي؟ اكلات اكثر شيء اللي هاي مال العيد معروفه، تمن وفاصوليا هاي المصدر بالترنت هذا مال العيد. والباقي الاكلات هو دولمه، واحنا اهل الترك مشهورين بها، خاصه اهلنا التركمان. واحد من تروح لهم يعني هاي شغله طيبه حيل طيبه. لا لا عليكم السلام ورحمة الله. بالعيد كله شغل، ماكو لا قاعده ولا شيء، الرجال لازم يتعب. شنو يعني يجي فلوس؟ لا مو الدوله تعطينا فلوس، واحد لازم يشتغل ويتعب، يلا ظل تجي فلوس. بالعيد وحق هذا الله ما اعطاه، وحق هذا ليش فلوس ماكو؟ ما فلوس. دقينا بناء بالشميس فرع ما عطوه ماكو شغل. عود ايام عيد وماكو سوق. زين ايش ماكو سوق؟ شو يصير؟ سوق ماكو، هاي العالم خطيه ما عنده فلوس، منين تجيب؟ فما تبوب. والناشد وهاي ماكو اي شاره ماكو. شنو امنياتكم؟ والله امنيتي يعني السوق يصير امان استقرار، السوق يصير قوي، العالم تشتري. شنو السوق؟ شوف ايش محلاته كان قبل، شوف هسه خراب، كله خراب. وبس شنو كركوك يعني صار حلو بس بشغله مو قوي. يعني الوضع الاقتصادي اختلف قبل، وين قبل مثلا انا وهذا كان متقاعد ياخذ 100 دينار يعيش 12 نفر، هسه راتبه حتى مليون ما يلحق كثره الامراض، لان الامراض كثرت. قبل ماكو ايام زمان ماكو امراض، نادر تسمع واحد شايب مثلا عمره 60 70 زين، وحتى الاكل انت جاي تاكله هسه مو صحي، اللي ما بيه رقابه. قبل لا، عندنا الزراعة، عندنا أكو رقابة. هسه لا، الصبح تروح على صلاة الجمعة زين، ترجع للبيت تعايد أهلك، تروحون صلاة العيد. إيه تروح صلاة العيد، تكمل صلاة العيد ترجع تعايد أهلك، يجون إخوانك، يجون خواتك، يجون أقاربك، أنت تروح لهم تعايد لهم. Yeah.